طبعا المعالجة الإعلامية للجائحة بتختلف من دولة لدولة، من مجتمع لمجتمع، صحيح. وفقا جودة البنى التحتية في أي مجتمع. ولذلك المعالجة اللي تحدثت عنها فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية هي من المقومات الأساسية للنجاح في التعامل الإعلامي مع هذه الجائحة، اللي هي توفر البنية التحتية اللي لعبت دور كبير جدا في مكافحة هذا الداء. نعم. ولذلك كانت المعالجات الإعلامية، المؤتمر الصحفي اليومي بتاع وزارة الصحة، القنوات الفضائية، قنوات التواصل الاجتماعي، التويتر، السناب، الواتساب، الفيسبوك، كلها كانت يعني، بالإضافة إلى التقرير الصحي اليومي، الحالات، التعافي إلى آخره. أنا أفتكر كل هذه المعالجة يعني كل الموجودين على أرض المملكة العربية السعودية بيتابعوها بشكل يومي. صحيح. يعني بقى انت بشكل طبيعي يوميا اول حاجه تفتح جوالك بتشوف الشيء المتعلق بالجائحه، وبعد ذاك التطورات الحاصله. نعم. فده انا بفتكر انه دي مستوى من المعالجه الاعلاميه يعني اصبحت متوفره بناء على وجود قاعده بتاعت بنيه تحتيه قوية. قويه جدا، ساهمت مساهمه كبيره جدا في هذه المكافحه. طبعا وسائل الاعلام بشكل عام، وسائل الاعلام البديل او الاعلام الحديث او الاعلام الرقمي كما يسمى، هي أكثر فعالية أنا في تقديري في الجانب المتعلق بمواجهة هذه الجائحة، وبتلعب دور كبير جدا، تلعب دور كبير جدا عبر بناء على عبر عبر التطبيقات التطبيقات وبناء على الإحصائيات المتعلقة ب